السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أعزائي الطلاب، معكم الأستاذ علي سونماز، مدرس مادة تركشا للصف الثالث الابتدائي. وصلنا مع بعضنا إلى درس ديلما وإزلما ماتني. إذن درس ديلما أو الإزلما ماتني يعني هو درس الاستماع أو المشاهدة. إذن وصلتنا نحن وين؟ بالوحدة الأولى بالبرنجينيتي بالبراي فتوبلوم، الفرد والمجتمع. طبعا قبل ما نبدأ بدرسنا اللي هو بعنوان كنتلاردا يشيان تشوجوكلاردا أويون أوينماك إستيرلر. إذن كنتلاردا يشيان تشوجوكلاردا أويون أوينماك إستيرلر. إذن الأطفال اللي بيعيشوا بالمدينة أيضا يريدون اللعب. إذن قبل ما نبدأ بهذا النص خلونا نقرأ hazırlık çalışmaları. İzen metne metne şeyfun hon. Hazırlık çalışmaları. Haluna şuf birinci soru. Birinci soru abi eline çevrenizdeki oyun alanları nelerdir? İzen abi dunna bil muhit li havalina şu hennen lemaken el muhassasa la el lab. İzen şu hennen lemaken el muhassasa la el lab. Tayyib, haluna nefekker ma ba'dna ve nlaqi el cevap. Bravo. إذن الجواب خلونا نشوفه هون محضر لكم اياه. çevremizdeki çocuk parkları, piknik alanları, okul bahçesi, basketbol sahanları, boş arsalar ve sokaklar oyun alanları olarak kullanılır. إذن عبدون نبزن بمحيطنا نحن يتم استخدام حدائق الأطفال للعب وأماكن التنزه، بيكنيك alanları يعني هي أماكن التنزه، ومحديقة المدرسة وكول باتشسي وساحة كرة السلة يعني باسكت بول صحنلار وبوش أرسلار يعني الأراضي الفارغة، وكمان تستخدم الشوارع سوكاكلار للعب. إذن في كتير محلات. حلو كتير. هلا هيك وحلينا نحن السؤال الأول. طيب خلونا نشوف مع بعضنا السؤال الثاني. إكنجي سورو سيفدينيز أويونلار نيلاردر. إذن شو هن الألعاب يلي نحن منحبهم؟ طبعا هذا السؤال جوابه كل واحد خاص فيه. ليش؟ لأنه في ناس بيحبوا لعبة كرة القدم، في ناس بيحبوا يلعبوا كرة سلة، في ناس بيحبوا يركضوا، حسب كل واحد شو بيحب يلعب. فإذا هذا الجواب غير محدد، هذا الجواب خاص بكل واحد. مثل ما أنه شايفين sevdiğiniz oyuna göre bu soruyu size cevaplayabiliriz. Ezen yani yani انتو بتحسنوا تجاوبوا شو ما بدكم. انا مثلا بقول فوتبول çok oyun oynamak seviyorum. Ezen فوتبول çok seviyorum ben. فكل واحد بيحب اللعبة اللي خاصة فيه. طيب هلا خلونا ننتقل مع بعضنا كنتلerde yaşayan çocuklarda oyun oynamak isterler. إذن خلونا هلأ نروح ونسمع النص. طيب يا أستاذ منو جيب النص؟ أنا حاضر لكم النص ويلا خلونا نسمع مع بعض بتنبه والكل يفتح حدنه ويركز بالنص. راح نبلش بالنص. Kentlerde yaşayan çocuklar da oyun oynamak isterler. Kentler daralıyor, yollar daralıyor, kaldırımlar daralıyor, daralıyor bahçeler bile. Daralıyor masallara sığmayan evrenimiz. Yüreklerimiz daralıyor gün geçtikçe. Oynayacak yer bırakın bize. Önce cadde kenarları, sonra kaldırımlar, bahçeli apartmanların bahçeleri size ayrıldı. Sizin otomobillerinizle doldu. Okulumuzun önü, düşlerimizin içi. Oynayacak yer bırakın bize. Caddelere şimşek gibi fırlıyorsak, haşarılıktan değil, yaramazlıktan değil. Bizim olması gereken yerler bize yasak. Büyükler söz anlamaz, büyükler bencil. Oynayacak yer bırakın bize. Hey, babalar, abiler, amcalar, yöneticiler. Bir makine yığınına kurban etmeyin bizi. Aklınıza gelsin boş arsada oynadığınız günler. Ama şimdi boş arsalar bile otomobil sergileri. Oynayacak yer bırakın bize. Mehmet Eray Canberk. هيك أعزائي الطلاب كون نحن شو عملنا؟ سمعنا النص. طيب شو النص يا أستاذ؟
ما فهمتوا عليه ولا شلون؟ طيب انا راح اعمل لكم هيك ملخص صغير بسيط على هذا النص، انه الاولاد بالمدينه بدهم يلعبوا، بيروحوا بدهم يلعبوا، الكبار بيعيطوا عليهم، السيارات عم تاخذ لهم مكانهم، بيقولوا حتى الاولاد انه الاماكن المخصصه إنها صارت ممنوعه علينا، الكبار بالعمر هن انانيين، هن ما بحبونا، ما بدهم يعني عم خلونا مثل ما فينا، فهن مزعوجين من هاي الشغله. طيب خلونا هلا نحن بننتقل للاسئله، ومع الاسئله بصير بيوضح عنا النص اكثر. برنجي اتكنليك كلمelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Yeni ördüğünüz kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz. إذا مثل ما تعودنا نحن مع بعضنا أنه دائما بالسؤال الأول شو بيكون؟ بيكون عن الكلمات الجديدة والغريبة اللي تعلمناها هون، فمنجيب دفترنا اللي نحن عملناه من أول السنة لهلا، منحطه جنبنا ويلا نكتب الكلمات الجديدة يلي ما بنعرفها. طيب أول كلمة كالدرم، كالدرم، شو معنات كالدرم؟ أيوة فكروا فيها وخمنوها. هاشر، 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 إذا شو معنات هاشر؟ يجن، 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 شو معناتها؟ إذا يلا نشوف، كالدرم معناتها رصيف، هاشر معناتها مشاغب، يجن معناتها كومة. طيب هلا ترجمناها للعربي، هلا بدنا نكتب ترجمتها باللغة التركية نفسها حتى نفسر شو معنات الكلمات التانية. فخلونا هلا نشوف شو معاني الكلمات. برنجي اتكنليك كالدرن قال هو yollarda yayıların yürümesi için yoldan yüksek şekilde yapılmış döşeme. İzen abidunna هو القسم المخصص لمين؟ للمشاة يلي عم يمشي على اجريه، وهو معمول على جانب الشارع وبشكل مرتفع، اذا بدشمه، دشمه يلي هي الارتفاع او جبله يعني، او قسم هو مرتفع عن الارض، اذا شكل دايبل مش دشمه، هو مرتفع عن الارض. طيب الهاشر شو معناتها؟ قال هي معناتها تشوك يا رماز، إذن كتير مشاغبة، مشاغبة كتير، إيدي أفوجا صغميان شجو، إذن شو معناتها؟ قال أنه هي كتير مشاغبة بشكل كتير. طيب يقن شو معناتها يقن؟ قال بيش شيئين يقل مصيلة ولشترولان كومة تبا، قال هو الشيء اللي بتجمع جنب بعضه هيك فوق وبشكل كومة أو تلة، عرفتوا كيف؟ انه اللي بشكل كومه او تله، فاذا اليقن هي نفس الكومه. هيك بكون حلينا البرنجي اتكنليك. طيب خلونا نشوف الاكنجي اتكنليك soruları metne göre cevaplayınız. اجاوبوا على الاسئله بحسب النص اللي سمعناه. طبعا çocuklar nerede oyun alanı bulamıyor؟ وين؟ طيب شو اسمه كان الدرس؟ اسمه kentlerde. معقول الجواب يكون kent؟ طيب يلا نشوف. Birinci soru çocuklar nerede oyun alanı bulamıyor؟ اذا cevap şehirlerde oyun alanı bulamıyor. نحسن قول kentlerde oyun alanı bulamıyor. اذا şehir هي نفس الكنت، نفس المعنى، اثنيناتهم معناها مدينة. طيب خلونا هلا نشوف السؤال الثاني. İkinci soru çocuklar büyüklerde ne istemektedir؟ شو طلبوا الأطفال من الكبار؟ خلونا نشوف شو طلبوا. طلبوا oyuncak yer istemektedir، إذا هن طلبوا أماكن للعب. oyuncak yer بدون أماكن، لأنه هن عم بيقولوا alanı bulamıyoruz، ما عم بيلاقوا مكان، فهن طلبوا منهم المكان. فخلونا هلا نشوف السؤال الثالث. kentlerdeki oyun alanları nasıl azalmıştır؟ قال كيف بالمدينة أماكن اللعب نقصوا؟ وقال له طب شو الجواب؟ الجواب her yere bina yol yapıldı، boş arslara araba konu için azalmıştır. إذن عم بيقول أنه بكل مكان في أبنية وعملوا طريق، وما والاماكن الفارغه عم بتوقف فيهم سياره،
فلهيك ماضى المحلات للعب، فلهيك قلوا المكان. إذن نحن هلأ عرفنا ليش أو كيف قلوا المكان للعب للأطفال. طيب شاير استكلري إتشين كلمة لرا سيسلينيور شو معناتها؟ قال الشاعر استخدم كلمة بصوته، شو هي؟ بيوك لرا سيسلينيور. إذن البيوك لرا سيسلينيور، حلو كتير. إذن هيك عرفنا انه الشاعر لمين عم بيوجه طلباته؟ للكبار. بيوك لرا سيسلينيور. سيسلينيور شو يعني؟ يعني كلمة لرا سيسلينيور يعني لمين عم بيوجه خطابه. إذن طلباته استكلري طلبات، من اجل طلباته عم بوجه كلامه لمين؟ للكبار. بيوك لرا سيستنيور. طيب خلونا نرجع هلا لنصنا وننتقل للأتشنجو إتكليك. أتشنجو إتكليك دلدين شيرين كونسونو و أنا دويغوسونو يزنز. إذن بدنا نعرف شيرين كونسو والشيرين أنا دويغوسو. إذن خلونا هلا ننتقل مع بعضنا للأتشنجو إتكليك. أتشنجو إتكليك şiirin konusu hiye cevaba çocukların şehirlerde oynayacak yer bulunmaması. İzen al الولاد اللي بالمدينه ما عم بيلاقوا اماكن للعب. طيب şiirin ana duygusu şu manata al الموضوع الرئيسي او المشاعر الرئيسيه للناس şu hiye şiirlerde او şehirlerde çocuklar için oyun oynayacak yerin kalmamasından dolayı üzüntü. İzen zahal al atfal illi bi aşin bil medine ve yalli ma bilau bi sebep ma bilau şu emaken la la. İzen hek arifne nehne şiirin konusu ve şiirin ana duygusu. Tayyip hadun hella nintel ila dördüncü itkinlik dillediğiniz şiire uygun iki başlık yazınız. İzen abi bununla nüktub iki başlık unvanı la annas. طيب شو هن العنوان برأيكم؟ انا كاتبين اور نكتر كمثال لإلي خاص فيني اون يا جاك يي بركان بيزلري يعني عم بقول اتركوا لنا مكان لنلعب فيه قلنا. والسؤال البشلك الثاني çocukların istediği طلب الأطفال. إذن çocukların istediği طلب الأطفال هاي إكي باشلك، هاي إكي باشلك. طبعا برجع بنوه أنا بكل درس برجع بعيد نفس القاعدة ونفس التنويه أنه جوابتي مو شرط تكتبوها نفسها، أنا عم ساعدكم بإيجاد الفكرة الرئيسية للجواب، ولكن أنتو فيكن تكتبوا جواب خاص فيكن بخاص بطريقة تعبيركن، فيكن تغيروا كتير. يعني هلا خاصة مثلا خلونا هلا نشوف السؤال الخامس بيشنجين كليك يشدون يشدونز يرين يونتيجيسي أولسايدنز. Çocuklar için hangi oyun alanları hazırlandınız? Arkadaşlarınıza anlatınız. İzen yani هنا بيقولوا لو انتو كنتو مسؤولين عن المكان للعب شو ممكن شو كنتو وين بتخليهم يلعبوا اي لعبة واشرحوها لأصدقائكم. فهذا الجواب يعني كل واحد خاص فيه، يعني كل واحد فينا يكتب شيء خاص فيه. مثلا önce her türlü oyunun oynabileceğim parklar yapardım. Boş arsalara futbol, voleybol, basketbol gibi sporların yapılacağını alanlar yapardım. Her yol kenarına bir de bisiklet yolu yapardım. İzen abi uğur, اول شيء انا بدي احضر كل الالعاب اللي ممكن تلعب بالحديقه و بالاراضي الفاضيه بنعمل فيها ملعب لكره القدم والطائره والسله وهدول انواع من الرياضات وكل وحده فيهم على الكنار تبعها ولا الاطراف تبعها بعمل طريق مخصص لمين؟ للمسكليتات. اذا كل واحد هون فينا يجاوب جواب خاص فيه
وسؤال كثير حلو، يعني ممكن واحد يقول بس فكره واحده من هدول، انا جمعت لكم كذا فكره عشان اعطيكم كثير افكار انتم تنقوا منها. اذا مثل ما برجع بقول لكم مثل ما بعيدها كل مره انه الاجوبه ما لكم مقيدين، خاصه هي ماده اسمها ماده تركشة، ماده ادب، فانتم كل واحد فينه يعبر بالطريقه اللي هو بيحبها. طيب ماشي، خلونا نكمل يا استاذ علي الكمال الاسئله ونحل الالطنجه كينديك. نحن تحمسنا كثير، نحن بدنا ندرس، نحن اساسا محضرين الدرس وفهمنا الدرس كثير منيح، فيا استاذ يلا خلينا نورجيك حلنا. يلا وانا عم بستنى اشوف حلكم. الطنجه كينديك. اذا دلدينيز شيردا انلطلانلارلا الجلي جورشلارينيزي يظن، شو معناتها؟ قال اكتب لنا وجهات نظرك الخاصة فيك من هاي القصيدة يلي انت سمعتها. اذا عم بيقولولنا انت المحددة فيك، يعني المخصصة فيك انت ووجهة نظرك انت. ف شاعر بوشيريندا çocuklar için çok önemli bir konuya değinmiş. Şehirlerde bulunan her burçluğa bina, alışveriş merkezi, otopark yapılıyor. Fakat çocukların oynayabileceğin alanlar kimsenin aklına gelmiyor. Çocuklar sokakta oyun oynayabilecekleri yer bulamıyorlar. Bu nedenle evden çıkamayıp tablet, bilgisayar, telefon başında vakit geçiyorlar. Arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kuramıyorlar. Yeterli oksijen ve güneş ışığı almıyorlar. Bunlar da gelişmelerine olumsuz etki ediyor. إذن شو معنى هذا الكلام؟ عم بيقول أنه الشاعر بهذا الشعر نبه على شغلات كتير مهمة، على موضوع كتير مهم يلي هو أنه الأطفال ما عم بيلاقوا مكان للعب. فإذن بالمدن كل الناس منتهين بالبناء والأبنية وكذلك المراكز التجارية وكذلك شو الأوتوكارات، يعني أوتوبارك يعني مواقف السيارات، ولكن ما حدا عم بيفكر ب تخصيص مكان للعب الأولاد، وهيك الأولاد ما عم بيلاقوا أماكن للعب، ولهذا السبب الأولاد ما عم بيطلعوا من البيت وعم بضلوا على التابلت وعلى الكمبيوتر وعلى الموبايل وعم بيقضوا وقت بهذه الطريقة، وهيك ما عم بيحسنوا كمان يعملوا أي تواصل صحي مع رفقاتهم، وهذا الشيء ما عم بياخذوا فيه كمان أكسجين كافي ولا أشعة شمس كافية، لهذا السبب بصير لهم تطور سلبي لهدول الأطفال. إذن هي الفكرة العامة اللي أنا كتبتها يلي فيكم أنتو كمان تلخصوا منها كتير شغلات مفيدة. إذن هي أنا الفكرة اللي أنا تطرقت لها بهذا النص، فيكم أنتو تكتبوا مثل برجع لكم شغلات خاصة فيكم. طيب ويمكن له إكي قطالك شير يا زنز، أبقلونا اكتبوا مقطعين شعريات لمين؟ الخاصة بالألعاب. طيب مقطع شعريات، خلونا نشوف شو محضرين نحن. ام بيوك زيفكيم. إذن ام بيوك زيفكيم شو معنى هذا ام بيوك زيفكيم؟ يلا يا طلاب مين بيجاوبني؟ إذن برافو، ام بيوك زيفكيم يعني من دواعي سروري. طيب خلونا نقرأ شو مكتوب. يمك يمم سو اچمم اوينارم يلرده يوفالانر bazen yararlanırım. Çamurlarda yüzer, göklerde uçarım. Oynamaktır benim en büyük zevkim. Şu manada? Manada, أنه أنا ما باكل أكل وما بشرب ماي، بدي ألعب. أنا ألعب. Yerlerde yuvalanırım. Yani أنا بدعبل أو الدحرج على الأرض. وبعضاً yararlanırım. Yani أحيانا بنجرح. Çamurlarda yüzer. Yani ana besbah bi alwahl. Göklerde uçarım ve ana batir bi alsema. Oynamaktır benim en büyük zevkim. İnnehu min da'i sururi en alab. İzhan, minnehu min da'i sururi en alab. Tayyip, halluna hala nıkra cümle attaniye. Özgürüm hep oyun oynarken ben. Öğretmen, doktor, mühendisken. Dünyayı kurtardığım da olur bazen. Oynamaktır
benim en büyük zevkim. İzen abi ul özgürüm ben. او هب اون اون اير كان بن يعني شلون يعني هو بحس حاله متحرر يشعر بحريه منطلق فرحان مبسوط هيك تجي اوزغر يعني هي الحريه فاذا هو بحس حاله سعيد كثير لما بيكون عم بيلعب بحس حاله استاذ او دكتور او مهندس وهو بحس حاله دنياي قطاد امضى بحس حاله انه انقذ العالم احيانا اضر بعضا يعني حتى احيانا بحس بحاله انه انقذ العالم وانما اكثر بنيم ام بيوغ زفكيم اذا اكثر شيء بيدعي سروره او البالغ سروره هو اللعب اذا هاي اكي قطالك هون برنجي قطا اكنجي قطا برجع بقراها قراءه اخيره حتى ننتهي من هذا السؤال ام بيوغ زفكيم الباشلك يمك يمم سو اتشمم اوينارم يلرده يوفالانر Bazen yararlanırım. Çamurlarda yüzer, göklerde uçarım. Oynamaktır benim en büyük zevkim. Özgürüm hep oyun oynarken ben. Öğretmen, doktor, mühendisken. Dünyayı kurtardığım da olur bazen. Oynamaktır benim en büyük zevkim. İzen. هيك بنكون حلينا اليدينجي اتكندك وخلصنا حلها طيب ننتقل للسؤال الثامن السؤال الثامن بقينا اساسا كم سؤال بقينا السؤال الثامن فقط اذا بنحل هذا السؤال كتير سهل يلي هو عبارة عن نكتب الكلمات في المكان المخصص الى جزل جزل نكتبها هون بيوك بيوك جاجا جندوز إلري جري إلري أفاقلي Eş dost, para pul, mal mülk, abur cubur, ıvır zıvır, sabah akşam. İzen nehne. Biz kitabına hon hadol kelimat, nüktubon hon, umnitterrab ali hon. Ve heyek minkun şu, minkun khalasna, hal adil esile kella. Ve dersi cedid inşaallah, minibda bi çocuk memur, li serbest okuma metni ila al-qiraa al-hurra. Fa ila hedak الوقت. أحب أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.